بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الأحاديث الواردة في الوضوء وهو الطهارة الصغرى، انتقل إلى ذكر الأحاديث الواردة في الغسل من الحدث الأكبر. نعم، لأنه يشترط للصلاة طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: الغسل بضم الغين، الغسل بضم الغين مصدر غسل، يغسل غسلاً، وهو استعمال الماء. وأما الغسل، فهو أيضا مصدر استعمال الماء، لكن غلب الغسل على ما يستعمل لرفع الحدث. وأما الغسل فيعم الغسل لرفع الحدث، والغسل لرفع الجنابة، ويعني يشمل الغسل للوضوء، والغسل لرفع الحدث الأكبر، والغسل لإزالة النجاسة، والغسل للتنظيف، كل هذا يشمله الغسل. وأما الغسل كسر الغين فالمراد به المادة المنظفة التي تستعمل كالصابون والإشنان وغير ذلك من والسدر، يسمى بالغسل. نعم. باب الغسل من الجنابة. والجنابة المراد بها الحدث الأكبر، وذلك بإنزال المني أو بخروج الحيض من المرأة، لكن الجنابة تختص بالجماع، أو ما نتج عن الجماع من الإنزال، سمى جنابة لأن الماء قد جانب محله، الماء الذي هو المني قد جانب محله وخرج، فتسمى جنابة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس. نعم، هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرقات المدينة فانخنس عنه، يعني تأخر عنه أبو هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن سبب تأخره عن مصاحبته، مع أنه رضي الله عنه كان حريصاً على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني كنت جنباً، يعني سبب تأخري عنك أنه كان على جنابة، فكره أن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحال، تعظيماً للرسول صلى الله عليه وسلم وتأدباً معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. هذا من باب التعجب، سبحان الله. سبحان الله معناها تنزيه، تنزيه الله جل وعلا عن العيوب والنقائص. كان صلى الله عليه وسلم إذا تعجب من شيء سبح أو كبر، وإذا
كره شيئا أيضا كبر أو سبح، هذه عادته صلى الله عليه وسلم. هو تعجب من فعل أبي هريرة وقال إن المؤمن، إن المسلم، وفي رواية المؤمن لا ينجس. هذا فيه دليل على أن الجنابة لا تكون مانعة للإنسان من أن يجالس أهل العلم وأن يعمل أعماله المعتادة من الأخذ والإعطاء والأكل والشرب وغير ذلك، لا تمنعه الجنابة من ذلك، إنما الجنابة تمنع من الصلاة، تمنع من الصلاة لأنها حدث أكبر، وتمنع من تلاوة القرآن، يعني تمنع من بعض العبادات. وأما التصرفات طلب العلم والسؤال ومجالسة أهل العلم فإن، وكذلك الجنابة تمنع من اللبث في المسجد، وأما مجالسة حضور الدروس في غير المسجد وتصرفات العادية لا تمنع من الجنابة. والتعليل أن المؤمن أو المسلم لا ينجس، لا ينجس بشيء، المؤمن طاهر، بل الآدمي طاهر، الآدمي حتى ولو كان كافرا طاهر في بدنه، فعرقه وريقه وهذا طاهر، عرقه وريقه طاهر لأن بدنه طاهر، هذا الآدمي مسلما كان أو كافرا، ولكن المسلم أولى والمؤمن أولى بهذا الوصف. وأما قوله تعالى إنما المشركون النجس، مراد النجاسة المعنوية هي نجاسة الشرك لا النجاسة الحسية، فهذا فيه دليل على أن جسم الإنسان ليس بنجس، وأن من فصل منه من عرق أو ريق أو شعر أنه طاهر لأنه منفصل عن شيء طاهر. وكذلك ما تبقى منه من الطعام والشراب وما يسمى بالسور هذا أيضا طاهر. نعم، فيؤخذ من هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى فيه احترام أهل العلم والتأدب معهم، فإن أبا هريرة رضي الله عنه وقر الرسول صلى الله عليه وسلم وتأخر عنه بسبب أنه كان جنبا، وإن كان هذا لا يمنع، ولكن يؤخذ منه الأصل وهو توقير أهل العلم احترامهم، ويؤخذ منه سؤال المعلم للطالب إذا رأى منه شيئا يستغربه، فإنه يسأله عن هذا الشيء الذي حصل منه ثم يجيبه بعد ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من أبي هريرة بسبب تأخره عن ملازمته، فلما أخبره بالسبب بين له صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يمنع، وأن الجنابة لا تمنع من التصرفات المعتادة. وفي الحديث أيضا دليل على طهارة الآدمي، وأن من فصل منه من عرق أو ريق أو شعر وما بقي منه من سؤر من شراب أو طعام أنه طاهر. وفيه أيضا تسبيح عند التعجب. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا.
نعم، هذا الحديث في بيان صفة الاغتسال من الجنابة. فهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تذكر صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يبدأ بالوضوء، يبدأ بالوضوء أولا، لأن الجنب يكون عليه حدثان، حدث أكبر وحدث أصغر. حدث الأصغر يجب له الوضوء، حدث الأكبر يجب له الاغتسال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الطهارتين الصغرى والكبرى، فيبدأ بالصغرى فيتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأتي بالاغتسال بعد ذلك. هذا هو السنة، أن الجنوب يبدأ أولا بالوضوء، ثم بعد الوضوء يغتسل بجميع بدنه. وفيه استحباب الاغتسال ثلاث مرات على الجسم، أنه يعمم الجسم ثلاث مرات بالماء، هذا أفضل. وأما لو اقتصر على مرة واحدة يعمم جسمه بها كفى هذا، والزيادة على الواحدة سنة، زيادة على الواحدة سنة. وفيه أنه لا بأس أن يغتسل الزوجان من إناء واحد وفي مكان واحد، لأن الله أباح ما بينهما من نظر بعضهما إلى بعض، فلا حرج في ذلك. وفيه أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغترف من الماء وتغترف منه عائشة، ولا شك أنهما يتعاقبان في ذلك، بأن يغترف أحدهما أولا ثم يغترف الثاني بعده وهكذا. فدل هذا على أنه لا بأس أن يغتسل الرجل أو يتوضأ بالماء المتبقي بعد طهارة المرأة من الحدثين الأكبر والأصغر. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وضوء الرجل بفضل المرأة، قالوا هذا حديث ضعيف، سنده ضعيف، وإن صح فإنه محمول على بيان كراهة التنزيه لا على التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لبيان الجواز والنهي عن وضوء الرجل بفضل المرأة، أو تطهر الرجل بفضل طهور المرأة، يكون لكراهة التنزيه لا للتحريم. نعم. وفيه كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يتبسط مع أهله ويعاشرهم ولا يتكبر، ففيه كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته مع أهله. نعم. أعد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة. غسل يديه، هذا غسل اليدين كما سبق في الوضوء أنه سنة، غسل الكفين قبل الوضوء وسنة، وكذلك غسل الكفين قبل الاغتسال سنة. نعم. ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره. نعم، وهذا فيه دليل على أنه يشرع للمغتسل أن يخلل الشعر، بمعنى يدخل أصابعه بين الشعر من أجل أن يرويه ويبلغ الماء. نعم. حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. حتى إذا ظن، قيل معناه إذا تيقن، لأن الظن يطلق ويراد به اليقين، كما في قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون
أنهم ملاقوا ربهم، يعني يتيقنون، لأن الإيمان باليوم الآخر هذا لا ركن من أركان الإيمان، لا يحصل فيه شك أو ظن، فيكون معنى ظن أي تيقن. وكما بقوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. يظنون أنهم ملاقوا الله يعني يتيقنون، فالظن يطلق ويراد به اليقين. وقيل إن الظن هنا على بابه، وهو ما ترجح عند الإنسان، كن عند الإنسان احتمالان أحدهما أرجح من الآخر، فالمترجح هو الظن، فيكون على بابه، يعني ظن يعني ترجح عنده أنه قد أروى. نعم، حتى إذا ظن حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أروى بشرته، أروى بشرته يعني بلغها الماء، والبشرة المراد بها الجلد، البشرة المراد بها الجلد، لأنه لا بد أن يجري الماء على الجلد ويوصل الماء إلى الجلد. نعم. أفاض الماء عليه 3 مرات. أفاض الماء يعني صبه، أفاض الماء على جسمه عليه الصلاة والسلام 3 مرات، يعمم جسمه في كل مرة، ففيه استحباب التثليث بالاغتسال. نعم. ثم غسل سائر جسده. نعم. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. نعم، هذا كما سبق أنه لا بأس يغتسل الرجل وزوجته في مكان واحد، وأن ينظر بعضهما إلى بعض، لأن الله أباح ما بينهما، فلا بأس أن يغتسل متعريين في المكان، لأن الله أباح أحدهما للآخر. نعم. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم فاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيديه. هذا حديث ميمونة رضي الله عنها، هذا فيه تفصيل أكثر من حديث عائشة الذي قبله، فيه تفصيل أكثر، فيه أنها أعدت الوضوء يعني الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه خدمة أهل الفضل، فيه خدمة أهل الفضل وإعداد الماء لهم للوضوء أو للاغتسال، وفيه صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، أنه أول شيء يكفئ الإناء، يعني الإناء صغير، يكفئه بيده اليسرى على يده اليمنى، ولا يغترف منه، بل يكفي يعني يميل الإناء حتى يصب على يده، ثم يغسل كفيه 3 أو 1 أو 2، هذا سنة مستحب، البداء بغسل الكفين مستحب في الوضوء وفي الاغتسال. ثم غسل فرجه، هذا الاستنجاء، ثم غسل فرجه بعد الخارج، وهذا ما يسمى بالاستنجاء، ففيه البداءة بالاستنجاء أولا، وغسل الفرج قبل والدبر وإزالة أثر الخارج. ثم إنه ضرب بيده صلى الله عليه وسلم الأرض أو الجدار
هذا لإزالة الرائحة، لأنه لما غسل فرجه يبقى في كفه شيء من الرائحة فيزيلها بالتراب أو بالجدار، يمسح يده بالجدار حتى يزيل هذه الرائحة العالقة بيده من أثر غسل الفرج، وهذا من باب الاستحباب ليس واجبا. ثم إنه تمضمض واستنشق بعد الاستنجاء، تمضمض بفمه، أدخل الماء إلى فمه ثم مجه 3 مرات، ثم استنشق في أنفه، أدخل الماء إلى أنفه ثم نثره 3 مرات، فهذا فيه البداءة بالمضمضة والاستنشاق في الاغتسال كما هو في الوضوء، لأن المضمضة والاستنشاق داخلان في الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأجل يزيل الحدث عن داخل فمه وعن داخل أنفه. وهل هذا للوجوب أو هو للاستحباب؟ مجرد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى أنه مستحب وليس واجبا. ولكن جاء الحديث كما سبق في الوضوء أنه أمر بالمضمضة والاستنشاق، وقال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالأقرب والله أعلم، وعليه جمع من العلماء، أن المضمضة والاستنشاق واجبان، وأنه لو لم يتمضمض ولم يستنشق لا يصح وضوءه ولا يصح اغتساله، لأنه ترك شيئا من جسمه لم يغسله من الحدث، لأن الأنف والفم في حكم الظاهر، في حكم الظاهر، وهما من الوجه، والله أمر بغسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق لأنهما من الوجه. ثم إنه توضأ عليه الصلاة والسلام وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على جسمه عليه الصلاة والسلام ناويا الاغتسال 3 مرات، ثم تنحى وغسل رجليه بمكان آخر. هذا فيه أنه يؤخر غسل الرجلين، يؤخر غسل الرجلين بعد الاغتسال. وفي الأحاديث الأخرى أنه يتوضأ وضوءا كاملا بما في ذلك غسل الرجلين قبل الاغتسال. فالمسألة فيها تخيير والله أعلم، فيها أنه يخير، إن شاء غسل رجليه مع الوضوء، وإن شاء أخر غسلهما بعد الفراغ من الاغتسال، أنه بالخيار. وبعض العلماء يقول إن كان في مكان نظيف كالمكان المبلط والمقير الذي لا يلوث الرجلين فإنه يغسلهما مع الوضوء، وإن كان المكان ترابا أو طينا أو ملوثا فإنه يؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد الفراغ من الاغتسال ويكون آخر شيء. فصل بعضهم هذا التفصيل، والظاهر والله أعلم أنه مخير بين أن يقدم غسل الرجلين مع الوضوء أو يؤخر بعد الاغتسال، هذا من باب التخيير. وفي آخر الحديث أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنديل، منديل يعني خرقة أو منشفة ليتنشف بها بعد الاغتسال، فلم يردها، لم يردها يعني ردها ولم يقبلها، فدل على عدم مشروعية التنشيف لأجل أن يبقى أثر الماء على جسمه، لأنه عبادة يبقى أثرها على جسمه، فلا ينبغي، لا ينبغي التنشيف بعد الطهارة بالوضوء أو بالاغتسال، الأولى ترك الماء على أعضائه، وإن تنشف فلا بأس، إن تنشف لا سيما في شدة البرد فلا بأس، لكن الأولى ألا يتنشف، وإن تنشف جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينفض يديه، ينفض يديه يعني ليتساقط الماء، وهذا بمعنى التنشيف، هذا بمعنى التنشيف. نعم، أعد الحديث. قالت
قالت فأتيته بخرقة، الحديث عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي أخت أم الفضل بن العباس، فهي خالة لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، خالة له. نعم. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، يعني وضوء الجنابة يعني ماء الاغتسال. نعم. فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة. نعم. ثم غسل فرجه، يعني الأول غسل الكفين ثم غسل الفرج وهو الاستنجاء. نعم. ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، يعني لإزالة الرائحة. نعم. ثم تمضمض واستنشق. نعم. وغسل وجهه وذراعيه. نعم. ثم أضاء الوضوء، يعني أكمل وضوءه. نعم. ثم أفاض على رأسه الماء ثم نعم. غسل سائر جسده. نعم، أول شيء يبدأ برأسه، يفيض الماء عليه حتى يروى ويتبلغ، ثم يفيض الماء على بقية جسده. نعم. ثم تنحى فغسل رجليه، هذا ما ذكرنا في غسل الرجلين، هل هو مع الوضوء يكون قبل الاغتسال أو يكون بعد الاغتسال، ورد هذا وهذا، فهو بالخيار. نعم. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. نعم، لم يقبل التنشيف، دل على أن الأولى عدم التنشيف، وإن تنشف فلا بأس، لأنه جعل ينفض يديه، وهذا بمعنى التنشيف. نعم. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عمر أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. نعم، هذا في مسألة هل ينام الإنسان وهو على جنابة، لا بأس بذلك أن ينام وهو على جنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أحياناً من غير أن يمس ماء، فدل على جواز النوم والإنسان على جنابة، ولكن يتوضأ ليخفف الحدث، توضأ قبل النوم، هذا أفضل وأحسن، ليخفف عنه الحدث ثم ينام، فهذا من آداب النوم أن ينام الإنسان على وضوء، لا سيما إذا كان جنبا فإنه يتوضأ من أجل أن يخفف عنه الحدث، وإن ترك الوضوء فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام من غير أن يمس ماء. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إذا هي رأت الماء. نعم، هذا حديث أم سليم بنت ملحان أو ملحان، وهي أم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت أبي طلحة الأنصاري، تزوجها بعد ما مات عنها زوجها الأول، لأن مالك بن النضر والد أنس كره الإسلام وفر إلى الشام ومات هناك كافرا،
فتزوجها أبو طلحة رضي الله عنه، وكان عندها أنس صبي صغير، فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هذا أنس يخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، خدمه 10 سنين، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، كان في ذلك البركة عليه وعلى ذريته رضي الله عنه. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة الكريمة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن دينها، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ والاحتلام هو أن يرى الإنسان أنه يجامع وهو نائم، يرى الإنسان يعني في الرؤيا أنه يجامع فيخرج منه المني، يخرج منه المني بالاحتلام، وهذا يحصل للرجل ويحصل للمرأة، المرأة ترى ما يراه الرجل. ولذلك جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هذا كقوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. والحياء من صفات الله سبحانه وتعالى، يوصف بالحياء أنه حيي كريم سبحانه وتعالى، يستحي أن يمد عبده يديه إليه يدعوه فيردهما صفرا، فالله يوصف بالحياء على ما يليق بجلاله، ما هو مثل حياء المخلوق، وإنما هو حياء يليق بالله عز وجل. وأما الذين حاصوا وماصوا حول هذه الكلمة بشراح الحديث بالتأويل فلا داعي إلى هذا، لا داعي إلى هذا التكلف، نحن نثبت هذا لله عز وجل كما أثبته له رسوله، فقال: إن الله حيي كريم، يستحي أن يرد عبده إذا مد يديه إليه أن يردهما صفرا، ولكنه سبحانه لا يستحي من الحق، الله لا يستحي من الحق، فلا ينبغي للمؤمن أيضا أن يستحي من الحق، إنما الحياء يكون من الشيء المكروه والشيء المذموم، الإنسان يستحي من الأشياء المذمومة ومن الأخلاق السيئة، يستحي منها، وهذا والحياء لا يأتي إلا بخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال: الحياء شعبة من الإيمان. هذا الحياء من الأمور المكروهة، الإنسان يستحي منها، وأما الأمور الواجبة والأمور أمور الدين فلا يستحي الإنسان منها، فإن استحيا فهذا ليس حياء محمودا، وإنما هو خجل وضعف، هذا خجل وضعف وليس حياء. قد يكون الإنسان عنده خجل، يخجل أنه يسأل، هذا مذموم، أن الإنسان يخجل ولا يسأل عن أمور دينه ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، هذا حياء مذموم وخجل وضعف خور. إنما الحياء المذموم هو الذي يكف صاحبه عما لا يليق، هذا هو الحياء الممدوح والمطلوب، وهو شعبة من الإيمان. فالله جل وعلا يوصف بأنه يستحي الحياء الذي يليق بجلاله جل وعلا، وهذه صفة كمال، لكنه لا يستحي من الحق، يبين الحق لعباده: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وأم سليم تقول هذا، تقول: إن الله لا يستحي من الحق، وكذلك المؤمن لا يستحي من الحق. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر تستحي منه غالب النساء من باب الضعف والخور، إذا احتلمت المرأة يعني رأت في نومها أنها تجامع، هل عليها غسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي عليها الغسل. متى؟ إذا رأت الماء، يعني إذا خرج منها الماء الذي هو الشهوة والمني،
المرأة لها ماء ولهمني مثل الرجل، والمولود يخلق من المائين، من نطفة أمشاج، أمشاج يعني مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة بقدرة قادر سبحانه وتعالى. فلذلك إذا احتلمت يخرج منها ما يخرج من الرجل، فإذا رأت ذلك تغتسل. وكذلك الرجل إذا احتلم ورأى الماء يغتسل، وإذا رأى الماء ولو لم يذكر احتلاما، إذا رأى الماء بعد نومه رجلا كان أو امرأة ولو لم يذكر احتلاما فإنه يجب عليه الاغتسال، لأن هذا الماء ما يكون إلا عن احتلام وقد لا يشعر به، قد يحتلم الإنسان وهو لا يشعر بسبب ثقل النوم عليه، فإذا وجد الماء وجب عليه الاغتسال سواء كان ذكر الاحتلام أو لم يذكره. فالعبرة بوجود الماء، وجود المني، أثر المني على جسمه أو على ثوبه سواء كان رجلا أو امرأة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الماء يعني الاغتسال من الماء الذي هو المني، هذا في الاحتلام. أما إذا احتلم ولم يخرج منه شيء أليس عليه اغتسال؟ إذا احتلم ولم يخرج منه شيء فهذا ليس عليه اغتسال، رجلا كان أو امرأة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة. يكفي، نقف عند هذا. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل إذا توضأ المسلم واغتسل غسل الجنابة وأثناء الغسل هل إذا توضأ المسلم واغتسل غسل الجنابة وأثناء الغسل مس فرجه هل ينتقض وضوءه؟ نعم، يعيد الوضوء إذا مس فرجه انتقض وضوءه فيعيد الوضوء مرة ثانية. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل النية داخلة في الجمع بين الوضوء والغسل من الجنابة؟ هل النية داخلة في الجمع بين الوضوء والغسل من الجنابة؟ ما أدري وش معنى السؤال، لكن الإنسان إذا كان عليه حدثان، حدث أكبر وأصغر، فإنه يتوضأ أولاً ثم يغتسل، هذا هو الأفضل والأكمل. وإن اغتسل أولاً ثم توضأ جاز، المهم أنه يتوضأ ويغتسل. وإن نواهما جميعاً وأفاض الماء على جسمه ناوياً رفع الحدثين أجزاء، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وتدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى بالنية إذا نوى ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا رجل يأتيني سلس البول أحياناً كل يوم، فهل كلما خرج البول القطرات أتوضأ من جديد؟ هذا فيه تفصيل، السلس والاستحاضة إن كان مطبقاً ودائماً فإنه يتوضأ عند الصلاة، يتوضأ عند الصلاة ويصلي ولو خرج منه البول، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان البول يأتيه أحياناً وينقطع أحياناً فهذا إذا رأى البول، تيقن خروج البول، يلزمه الوضوء ولو كان في الصلاة، لأن هذا ليس دائماً، فإذا تيقن خروج البول إنه يتوضأ سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، لأن هذا ليس دائماً إنما هو شيء عارض. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند المضمضة في الوضوء؟ نعم. يقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند المضمضة في الوضوء أنه يدخل إصبعه في فمه وينظف به أسنانه صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم ذلك، ولكن كما مر بكم أنه يستاك قبل الوضوء: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية:
عند كل وضوء، فيستعمل المسواك قبل الوضوء قبل المضمضة، يستاك أولا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يشوص فاه بالمسواك، فيبدأ بالسواك ثم يتمضمض. نعم. وإذا أدخل أصبعه، إذا أدخل أصبعه لا مانع من ذلك، لكن ما نقول إن هذا سنة أو إن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم هذا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم المسح على الرقبة عند مسح الرأس؟ هل هذا من الغلو؟ لا يجوز هذا، لا يجوز مسح الرقبة، هذا بدعة. الله جل وعلا يقول: وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل وامسحوا برقابكم، هذا بدعة وزيادة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجب إزالة جميع ما على البدن من موانع مثل لصقة الظهر عند غسل الجنابة؟ إذا كان يحتاج إلى بقاء اللصقة عليه، أو الضماد اللي على الجرح، أو الجبيرة اللي على الكسر يحتاج إلى بقائها، فتبقى ويمسح عليها، يمسح عليها إلى أن يستغني عنها ثم يزيلها. الجبيرة والضماد واللصقة وغير ذلك، كل ما يحتاج إليه يبقى ويمسح عليه، ويكفي، يكفي مسحه عن غسل ما تحته إلى أن يستغني عنها ثم يزيله. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ورد في بعض شرح حديث الحديث وقوله فلم يردها أنه من الإرادة لا من الرد. إيه، لم يردها من الإرادة، وش له معنى غير هذا؟ لم يردها يعني من الإرادة، لكن بعضهم يقول لم يردها، يحرف اللفظ ويشكله بأنه لم يردها، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن هذا، لم يثبت عن عائشة. نعم. الذي ثبت لم يردها. نعم. صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل مصاب بمرض العنجز ويستخدم مرهم للعلاج، لعلاج المرض، وهذا المرهم له طبقة تمنع وصول الماء إلى الجسم، فما الحكم؟ وإذا كان الماء يؤثر على المرض فهل يجوز التيمم؟ نعم، إذا كان الماء يؤثر على المرض فإنه يتيمم حتى يزول هذا المرض. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على جنب أو جاء أحد منكم من الغائط. المرضى إذا احتاجوا للتيمم يتيممون ولا يستعملون الماء، لا في الوضوء ولا في الاغتسال، حتى يزول المرض. والمرهم ما أظن أنه يمنع الماء، حتى ولو كان له طبقة ما يمنع الماء، ما هو بيجمد، اللي يمنع الماء الذي يتجمد ييبس، أما المرهم فهو شيء لا يتجمد ولا ييبس، ينفذ الماء معه، يدخل الماء معه إلى الجلد. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد صليت في مسجد قريب صلاة المغرب هذا اليوم، فصليت معهم المغرب، فلما أرادوا الجمع خرجت ظنا مني أنكم يا فضيلة الشيخ لن تجمعوا، فلما أتيت هذا المسجد وجدتكم قد جمعتم، فوجدت جماعة تريد أن تصلي العشاء فصليت معهم العشاء، فهل عملي صحيح؟ إذا صليت معهم العشاء بنية الجمع هذا صحيح إن شاء الله، إذا صليتها معهم بنية الجمع هذا صحيح. نعم. فضيلة الشيخ، يقول: يجوز أنك تصلي المغرب خلف إمام وتصلي العشاء خلف إمام آخر بنية الجمع. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تصلى سنة العشاء في الجمع بسبب المطر؟ وهل يسبح لكل صلاة؟ هل تصلى سنة العشاء في الجمع بسبب المطر؟ نعم، سنة العشاء تصلى بعدها، لكن الكلام في سنة المغرب، لأن المغرب صليت مع العشاء، فهل يصلي سنة المغرب بعد العشاء قضاء؟ ظاهر والله أعلم أنه يصلي ركعتين ويكفيان عن راتبة المغرب وعن راتبة العشاء. نعم. يقول: وهل يسبح لكل صلاة؟ كيف يسبح لكل صلاة؟
يعني بعد الفراغ بعد السلام يعني يأتي بالتهليلات ويأتي بالتسبيح والتكبير والتحميد 33 ويكفي عن الصلاتين، يتداخل هذا مع هذا. نعم نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من لم يجمع هذه الليلة فهل ينادي صلوا في رحالكم عند أذان العشاء إذا استمر المطر؟ لا، صلوا في رحالكم هذا جاء في السفر، ما جاء في الحضر، هذا جاء في السفر، في حالة السفر. فإذا لم يجمعوا يصلون العشاء في المسجد والحمد لله، وينادي يؤذن أذانا عاديا، يؤذن أذانا عاديا، يصلون يجون يصلون العشاء كالعادة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ورد في بعض الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا. لعبا. لعبا، أحسن الله إليك. فما حكم استعمال ساعة الفضة للرجل؟ لا يجوز من الفضة للرجل إلا الخاتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، ولا ذكر أنه استعمل الفضة في غير الخاتم. نعم. يقول أيضا: وما حكم استعمال ساعة الذهب للمرأة؟ نعم. ما حكم استعمال ساعة الذهب للمرأة؟ لا بأس، المرأة يباح لها الحلي، والساعة الذهبية هذه من الحلي، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ يقول: أعلم أن هناك صفتان للغسل من الجنابة، صفة واجبة وصفة كاملة. سحبة يعني. نعم. هل يجوز للرجل إذا اكتفى بالصفة الواجبة أن يعم بدنه بالماء مع الدلك بالصابون؟ إذا عم بدنه بالماء ولو لم يدلكه يكفي، إذا دلكه هو زيادة تطهر لا بأس. أما الصابون هذا للنظافة، ما هو يستعمل للصلاة، يستعمل للنظافة، إن احتاج إليه يستعمله وإن لم يحتاج إليه يتركه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من مس فرج المرأة بشهوة هل ينتقض وضوءه؟ مس الفرج ينقض الوضوء بشهوة أو غير شهوة، سواء فرجه أو فرج غيره ينقض الوضوء مطلقا. نعم، إذا مسه بدون حائل مباشرة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا اشتدت شهوة المرأة لكنها لم يخرج منها شيء فهل يجب الغسل؟ لا، إذا لم يخرج منها شيء لا يجب الغسل، لا على الرجل ولا على المرأة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: والدتي حجت ولم توكل في رمي الجمار، وإنما رمي عنها بدون توكيل لضعف جسمها، فهل عليها شيء؟ أي نعم، إذا لم توكل، لم ترمي هي بنفسها ولم توكل من يرمي عنها، كن عليها فدية بدل الرمي، تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء، لأنه لا يجوز الرمي عن أحد إلا بتوكيله، إلا الصبي الذي لا يفهم ولا يرمي عنه وليه، أما المرأة والكبير الذي ينوي وتتأتى منه النية فلا بد أن يوكل. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يقال الدعاء الوارد بعد الوضوء حين ينتهي من الغسل؟ نعم، إذا انتهى من الطهارة سواء الصغرى أو الكبرى يأتي بالدعاء الوارد بعد الطهارة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الدم الذي يخرج من البواسير؟ هل يلزم نظافة الملبس وهل يلزم تنظيفه؟ الدم اللي يخرج من البواسير أو غيرها من الجروح إذا أصاب الثوب يجب غسله، إذا أصاب الثوب وجب غسله من الثوب لأنه نجس، أما إذا لم يصب الثوب فإنه يتسامح في الشيء اليسير، لا ينقض الوضوء، يتسامح باليسير. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هناك أغنام نوعها سوري من سوريا. هناك أغنام. نعم. نوعها سوري من سوريا وتكون آذانها طويلة، آذانها طويلة. نعم.
فهل يجوز أن أقطع شيء من أذنيها وهي صغيرة لأن الآذان الطويلة يصيبها أمراض من أسفلها لأنها تقع في الطعام والماء؟ الله خلقها هكذا فلا تقطع شيئا منها إلا إن كان من باب الوسم، من باب الوسم تقطع شيئا منها من باب الوسم اللي تعرف به فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إنني أجد الرياء في نفسي كثيرا، فأرشدوني إلى ما أحصن به نفسي من ذلك. هذا وسواس، عليك بتركه ولا تلتفت إليه ولا يتسلط عليك الشيطان ويقول أنت مرائي، أنت كذا، أنت كذا. اتركه، تعوذ من الشيطان واتركه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل مفهوم حديث إن المسلم لا ينجس أن الكافر ينجس؟ لا يفهم منه ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على المؤمن، لأن الواقعة في مؤمن، واقعة في مؤمن وهو أبو هريرة، والإنسان طاهر سواء كان كافرا أو مسلما، بدنه طاهر. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يقول الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم، العام حملناهم في البر والبحر، ويقول: ثم أماته فأقبره، هذا عام في المسلم والكافر، فالإنسان له حرمة ولو كان كافرا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من هم الراسخون في العلم وما هي صفاتهم، وهل يشترط الرسوخ؟ الثبات، الرسوخ الثبات، الشيء الراسخ هو الثابت. راسخون في العلم هم الثابتون فيه، اللي عندهم معرفة وبصيرة ولا يستعجلون ويطيشون مع الطائشين، أو بل يكون عندهم ثبات وتروي وعدم استعجال، هؤلاء هم الراسخون في العلم. أما الطائشين والناس اللي ما تمكن العلم منهم، يكون عندهم عجلة، يكون عندهم طيش وحكم على الأمور بغير بصيرة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من أدرك الركعة الثانية من صلاة العشاء في هذا المسجد ونواها مغربا له، ففي هذه الحالة لم يجلس للتشهد الأول، فماذا يفعل؟ وإذا تشهد هو بجلسة خفيفة فهل عليه شيء؟ لا، ما يجلس خلف الإمام، يقتدي بالإمام ويسقط عنه التشهد الأول، تحمله الإمام عنه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا رجل لم أعلم بحكم مس الذكر، ومسست ذكري وأنا متوضئ، ثم ذهبت إلى المسجد فصليت المغرب والعشاء، فما الحكم في ذلك؟ حكم أنك تتوضأ وتعيد الصلاة، تعيد الصلاة التي صليتها بوضوء منتقض. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا احتلمت وعندما قمت من النوم لصلاة الظهر نسيت ذلك، وتوضأت وصليت الظهر وجميع الأوقات، ولم أتذكر ذلك إلا بعد العشاء من نفس اليوم، فماذا يجب علي؟ يجب عليك الاغتسال وإعادة الصلوات التي صليتها وأنت جنوب، يجب عليك إعادتها بالترتيب. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل المطر سبب للجمع بين الصلاتين بذاته؟ المطر اللي يبل للثياب أو يكون فيه مستنقعات في الأرض يخوضها الناس يكون مبيحا للجمع، يكون مبيحا للجمع رفعا للمشقة عن الناس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل للناظر على الوقف أن يأخذ مما باعه من الوقف، يعني السعي لنفسه، من دون إذن الواقف؟ ليس له أن يأخذ إلا بإذن القاضي، يراجع القاضي، وإذا فرض له شيئا فإنه يأخذه، لا بد من مراجعة القاضي. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل يعتقد أن مس المصحف بغير وضوء لا بأس به، وكذلك مس الذكر، فهل يصح لنا الصلاة خلفه؟ لا يصح أن يجعل إماماً، لا يصح أن يجعل إماماً،
يرتب إماما للناس وهو ما يرى هذه الأمور. أما إذا صادفت أنه يصلي ولهنا جماعة ثانين، وإذا ما صليت معه صلي منفرد، أصلي خلفه ولا تترك الجماعة. نعم. أما أنه يرتب إمام وهو يرى هذا الرأي فلا يصلح. نعم. إلا بمن هو مثله. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل آخذ كفا من الماء وأضعه تحت اللحية وذلك بعد الوضوء؟ هل إيش؟ آخذ كفا من الماء وأضعه تحت اللحية وذلك بعد الوضوء. لا، هذا عند غسل الوجه. عندما تغسل وجهك تبلغ لحيتك، تأخذ كف من الماء وتعرك لحيتك به مع غسل الوجه. أما بعد ما ينتهي الوضوء لا يصلح، لأن هذا من الوجه، ولا يؤخر بقية الوجه إلى بعد الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا جئت ولم أدرك صلاة المغرب، وجئت على بعض الإخوان يصلون العشاء، وأنا على نية أن أصلي صلاة المغرب، فصليت معهم صلاة العشاء أولا، ثم صليت بعد صلاة العشاء صلاة المغرب، فهل عملي صحيح؟ لا، لابد من الترتيب. كان عليك أنك تصلي المغرب أولا ثم تصلي العشاء، أما العكس أنك تصلي العشاء ثم تصلي المغرب هذا لا، ما يجوز، لابد من الترتيب. عند شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه يجوز لأجل إدراك الجماعة، يجوز أن تصلي الأخيرة مع الجماعة إذا أدركتهم يصلونها لأجل الجماعة، ولكن الجمهور يقولون لا، لابد من الترتيب. نعم. وهذا هو الصحيح، لابد من الترتيب. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل فيه كراهة عند نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء؟ لا كراهة فيه، لكن إذا توضأ فهو أحسن. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يقول بعض الناس إنه يجوز كشف المرأة لوجهها أو يديها، والدليل قوله تعالى: إلا ما ظهر منها، والبعض يقول لا يجوز ذلك، والدليل: وليضربن بخمرهن. نعم، هذا هو الصحيح، أنه ما يجوز كشف المرأة لوجهها لأدلة، ما هو بس هذا الدليل، لأدلة. حديث عائشة: إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، وهن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، دل على أن تغطية الوجه واجب. اسألوهن من وراء حجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والحجاب ما يستر المرأة، ما يستر المرأة سترا كاملا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وين يدنين؟ على وجوههن. يدنين أي على وجوههن من جلابيبهن. وبهذا فسر ابن عباس هذه الآية، وهي أدلة كثيرة. وأما أنه يأتي من يقول أنه يجوز كشف، هو كان في أول الإسلام جائز كشف المرأة لوجه، لكن نسخ هذا، بعض الناس أخذ بالأول ولم يدري عن النسخ، نسخ هذا في الأخير ووجب تغطية المرأة لوجهها، هذا في الأخير. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الحجاب واللباس في الصلاة، ذكر أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ ذلك في آخر الأمر. بعض الناس بقي على الأمر الأول ولم يدري عن النسخ. وأما قوله إلا ما ظهر منها، المراد زينة الثياب، يعني زينة الثياب هي اللي تظهر. المرأة ما يمكن تخفي ثيابها، ما تخفي ثيابها. نعم. فما ظهر منها يعني زينة الثياب، نعم، لا زينة البدن. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لأن الزينة ثلاثة أقسام: زينة الجسم، وزينة الحلي، وزينة الثياب. فزينة الجسم والحلي يجب سترهما، وأما زينة الثياب فهذا لا يمكن سترها، لأن الثياب تكون ظاهرة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز أن تكشف المرأة التي يكون عمرها 50 سنة أو 60 أو 60، وهل تعتبر من القواعد؟ القواعد فسرها الله جل وعلا بقوله: اللاتي لا يرجون نكاح، ميؤوس منها، ما تصلح للمتعة،
كونها كبيرة السن ولا أحد يرغب فيها. أما 50 و60 و70 هذه ترغب، لا سيما إذا كانت جميلة وصحيحة الجسم يرغبون بها الناس، وهي ترغب أيضا. إنما امرأة انقطعت شهوتها للكبر والهرم وصار الناس ما يلتفتون إليها ولا فيها فتنة ولا شيء. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكر لي أحد طلبة العلم أن الإنسان إذا ضحك في ومع كونها كذلك، قال جل وعلا: وإن يستعففن خير لهن، مع كونهن بهذه الحال. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكر لي أحد طلبة العلم أن الإنسان إذا ضحك في الصلاة وجب عليه إعادة الوضوء ثم يعيد الصلاة، وذكر دليلاً عليه، فأرجو التوضيح. هذا كلام الحنفية، عندهم أن القهقهة تبطل الوضوء. الحنفية عندهم أنه إذا قهقه في الضحك يبطل الوضوء، في حديث بهذا المعنى، لكنه الحديث فيه مقال عند الجمهور. وأما أنها تبطل الصلاة، نعم تبطل بالقهقهة، أما إذا تبسم أو ضحك ضحكاً خفيفاً فلا تبطل صلاة، إلا إذا قهقه، لأن القهقهة كلام حروف تظهر. نعم. في فرق بين الوضوء وبين الصلاة، الصلاة تبطل بالقهقهة، أما الوضوء فيبطل بالقهقهة عند الحنفية، أما الجمهور يقولون لا، ما يبطل الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل عمل أبي هريرة رضي الله عنه يدل على جواز عدم المسارعة في غسل الجنابة؟ نعم نعم، وما ما يتعين على الإنسان المسارعة في غسل الجنابة، يجوز له يؤخر. يؤخذ من الحديث أنه يجوز للإنسان أنه يؤخر غسل الجنابة، وقد سمعتم أنه يجوز له أنه ينام الليل وهو جنوب، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الحائض تقاس على الجنب بحيث إذا أرادت النوم تتوضأ؟ لا، لأن الحيض دائم، ما هو مثل الجنابة، الجنابة وقتها قصير وبإمكان الإنسان يزيلها، بخلاف الحيض فهو ما يزول إلا عند انقطاعه ويطول وقته. نعم. ولم يرد في الحائض أنه تتوضأ عند النوم، ما ورد هذا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا إمام مسجد وبعض الناس ينكر علي إذا جمعت بين الصلاتين بقوله إن الطرق معبدة ويوجد سيارات يذهبون عليها إلى المسجد، فما رأيكم؟ ما هو بينظر إلى واحد نشيط وواحد عنده سيارة، ينظر إلى العجزة والضعفة وكبار السن، وما النشيط واللي معه سيارة فارهة أو سيارة جديدة هذا ما ينظر إليه، وإن بغى ما يجمع لا يجمع، إن بغى هو ما يجمع بكيفه لا يجمع، إما أنه يحرم الناس من الرخصة وهم يحتاجون إليها، كبر سنهم وضعف بصرهم والمطر ينزل والشوارع تمشي، فهذا ما ننزل عند رغبته، ننزل عند رغبة المحتاجين من الناس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نحن مجموعة من الشباب أتينا إلى الدرس من مكان بعيد، نحن مجموعة من الشباب أتينا إلى الدرس من مكان بعيد، ففاتتنا صلاة المغرب. اي نعم، فاتتنا صلاة المغرب، سهلة ترى، ما هي بسهلة. نعم. نحن مجموعة من الشباب أتينا، لا ترد تعجز عنها، يكفي، عرفناها خلاص. نعم. بسبب المطر وزحمة الطريق. اي نعم. فصلينا المغرب أول ما وصلنا ولم نصلي العشاء، فهل نؤذن للعشاء في هذا المسجد؟ فهل ايش؟ فهل نؤذن للعشاء في هذا المسجد؟ الله يعافيكم، لا، الأذان لا، صلوا بلا أذان. نعم نعم. فضيلة الشيخ، رجل قال لآخر معنا بقصد ضيافته. نعم. رجل قال لآخر
معنا بقصد ضيافته، فرد الآخر معك الرحمن، هل في ذلك شيء؟ أي لا بأس، معك الرحمن هذا طيب، الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هو يدعو له بأن يكون في معية الله عز وجل، طيب هذا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما السنة عند رؤية البرق وسماع الرعد ونزول المطر قولا وفعلا؟ أما البرق فلا أذكر شيء من الذكر يقال عند البرق، وإنما الرعد يقال سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير، والمطر يقول اللهم صيبا نافعا، يقول اللهم صيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا الذي ورد. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ضرب اليدين على الأرض أو الحائط لإزالة الرائحة هل يمكن أن يستدل بالصابون والمنظفات أن يستبدل بالصابون والمنظفات الحديثة؟ نعم، لا بأس، لا بأس أنه يستعمل المنظفات الحديثة لغسل يديه بعد غسل فرجه من الجنابة، لا بأس بذلك، لأن هذا يزيل الرائحة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف، الرسول ما كان يتكلف الأمور هذه، كان يستعمل الموجود والمتيسر. نعم. يقول السائل: هل يجوز غسل الرجل مع زوجته، هل يجوز غسل الرجل مع زوجته وهي حائض في إناء واحد؟ وهي حائض ما له داعي، ما له داعي، ولم يرد هذا فيما أعلم، لكن وهما جنبان لا بأس. نعم، نقتصر على مورد الحديث، نعم، ولا نتوسع فيه. نعم. فضيلة الشيخ، هل يقال إن الجنب سمي جنبا لأنه يتجنب العبادات؟ لا، ما شفت هذا في شرح الحديث، إنما شفت أنه سمي جنبا لمباعدة الماء محله، مباعدة الماء وهو المني لمحله ومجانبته لمحله، إن كان أحد فسرها بمباعدته ما يباعد عنها، أنتم عرفتم أن الرسول استنكر على أبي هريرة، ما يباعد الناس، هذا تكلف، مباعدة الناس هذا تكلف. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.